أنا لا أنتظر أحد لأعيش عالمي، أنا متفرد في عالمي وصنعت عالمي، فأنا أعيشه. لن أنتظر الواقع ليملي علي ما متى يجب أن أعيش فيه هذا العالم. كون يفيض حباً وتسامحاً وأمناً، حلم يراوده منذ الصغر. وإذا كانت لهذا الحلم من طقوس لابد منها، فطقوس العشق التي تغنى بها جلال الدين الرومي قبل قرون باتت ملهمة لوضاح الذي حولها بريشته إلى عالم يرسم بروحانية متجردة المحبة والأمل. رسائل عشق روحانية تلك التي تنبعث تجلياتها من هذه اللوحات، حيث تحلق بعيداً عن واقع مرير إلى عالم يسمو بالروح، نحو فضاءات واسعة لا تعرف حدوداً ولا تتعثر بمجهول غامض. طائر النور ينفض جناحيه عند الغبش ليرسم قصة بهية في الأفق اللامتناهي. رسالة من ثلاثة أو أربعة كلمات: تذكروا أن الحب هو المخلص. هذه رسالتي التي دائماً أكررها، وفي طقوس العشق هي أول رسالة. وبالرغم من تنوع مواضيع اللوحات إلا أنها أجمعت على لمسة واحدة، بطلتها الأنثى بكل توجعاتها ونظرتها إلى عالم مختلف عما نعيشه اليوم. فيه نوع من الضبابية، فيه نوع من الشتات. إذا بتلاحظي ثلاث أرباع اللوحات مرسومة من الخلف، كأنه النظرة إلى المستقبل، كأنه ما بده يرجع لورا، ما بده يطلع لورا. تلاحظي كل اللوحات، حتى اللوحات اللي مرسومة من الأمام، النساء مغطية وجهها بالشعر. حقيقة وضاح من الأشخاص اللي بدنا نقول الرجال الشرقيين البعيدين جداً جداً عن التحيز للذكر. هو كتير منصف، هو كتير بيقدر بيشوف الآخر، بيقدر بيسمع للآخر، وشايف على أنه حقيقة الأنثى قد تشكل نصف المجتمع وأكثر. لا تحزن، فأي شيء تفقده سيعود إليك في هيئة أخرى. ربما كانت هذه المقولة لجلال الدين الرومي مناراً لوضاح الذي استعاد الحب في عالم صنعه بنفسه من واقع يأبى الاعتراف به. لبرنامج اليوم على الحرة من دبي فائزة العزي.